في فعلا، بس بعد اذنك ايه؟ في سؤال بعد اذنك. اسال يا باشمهندس احمد. نسبة الامتصاص السن، هل ممكن أعوضها أثناء العمل؟ طبعا، ده أنا لو حط مثلا 50 كيلو بوتومين مثلا، ممكن أحط 51، فلازم لا أنا أعمل حساب نسبة البوتومين. انت ما بتعملش اي احصاء. انا بخلط بنسب زي ما انا قلت، اخلط باربعه واربعه ونص، واخلط بخمسه خمسه ونص سته، وبشوف الاداء بتاعي يعمل ايه، اشوف الخصائص الحجميه بتاعتي محققه والاداء محقق ولا لا. الخصائص الحجميه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الفي اي والفي ام اي والفي اف اي والحاجات دي كلها، تمام. الخصائص اللي هي بتاعت الاداء اللي هو الثبات والفلو، لو محققين خلاص انا ببدا ان انا اشوف بقى افضل قيم فيهم مع كل محاوله، هنشوفها مع بعض دلوقتي، وببدا ان انا اخد بقى نسبه البوتولين اللي هي بتحقق انا الكلام ده. معلش، انا استاذنك، انا بالنسبه لي في الاستخلاص بس، يعني في الاستخلاص وانا شغال، هل نسبه الامتصاص هتاثر على الاستخلاص فاضطر ان انا ازودها في الخلاطه؟ لا لا لا، هو انت في الاخر بص يا هندسه، هو انت بتخلط بنسبه، تمام، فانت بتبقى حاطط بلس ماينس، فاللي الامتصاص ده انت هتلاقيه قيم هزليه اصلا بسيطة يعني. بسيطة، ده أنا بتكلم، أنا عارف إن كده، بس أنا برضو كان بحب أتأكد بس من المعلومة مش أكتر. لا لا، هي مش هتأثر في حاجه، تمام يا مش هندسة، هتأثر في حاجه، شكرا. ماشي يا هندسه. طيب نرجع بقى لايه، للجزئيه بتاعتنا. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ عملت خلطت بنسبه 4%، طلعت جي ام ام، عملت قوالب، طلعت الجي ام بي، طلعت قيمه الثبات، طلعت قيمه الفلو، طبعا انا مطلع الكثافه بتاعه الاسفلت اللي هي الجي ام بي عندي، تمام. يبقى انا بعمل ايه؟ بحط نسبه بتومين، بطلع جي ام ام، بطلع جي ام بي، بطلع اير فويدز، بطلع ثبات، تمام. الجي ام بي اللي هي الكثافه. يبقى انا بقى تاني بطلع جي ام ام، بطلع جي ام بي كثافه، تمام، بطلع اير فويدز اللي هي الفي اي، بطلع في اف اي، بطلع في ام اي، بطلع ثبات، بطلع فلو، بطلع السبع حاجات دول، تمام. لكل مره بعمل فيها الكلام اللي احنا قلناه، بعمل ايه؟ انا محتاج عينه 15 كيلو، وانا بخلط بنسب كام؟ بضرب 15 في نسبه المكون، 15 في نسبه المكون، 15 في نسبه المكون، طلعت الوزن لكل حجم هيطلع معايا، بخلط بنسبه 4% بتومين، يبقى 4 من 100 في وزن العينه اللي انا هعملها، تمام؟ خلاص طلعت وزن البتومين، هبدا اخلط زي ما احنا شفنا، بسخن وبخلط وبتاكد من عمليه التجانس والكوتينج اللي هو تغليف الحبيبات بالبتومين وكل ده، ببدا اخد عينه اعمل جي ام ام، وباخد عينات اعمل القوالب، بطلع جي ام بي، بطلع استابيليتي، بطلع فلو، ببدا اخش بعد كده على عمليه الحسابات لكل ترايل علشان اطلع منها اللي هو الفاكتورز اللي هتطلع معايا تاني. طيب ابزورب الاسفلت من ضمن الفي ام اي؟ لا، الابزورب الاسفلت مش من ضمن الفي ام اي، لا هو مش من ضمن الفي ام اي، هو اسفلت يعني حصل له امتصاص ملوش علاقه يعني. طيب يبقى انا كده بعمل ايه بقى؟ بطلع اللي هو البتومين، نسبه البتومين باي فوليوم. البتومين باي فوليوم بتساوي اللي هو البي بي اي اللي هو بيرسنت اوف افكتيف بتومين مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، تمام، على الجي بي، على اللي هي البالك سبيسيفيك جرافيتي اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا بنجيبها من المعادله اللي هي واحد على نسبه المكون على 100 في السبيسيفيك جرافيتي بتاعته زائد المكون الثاني وهكذا، تمام. فيبقى انا بعمل ايه؟ بطلع اول حاجه طلعت الجي ام بي، طلعت الثبات، طلعت الفلو، الثلاث حاجات دول انا ممكن اخدهم واروح بيهم على طول لو واشوف هم محققين، اعمل الكيرفات لكل محاوله بعملها واظبط اموري بيهم، وممكن ان انا ايه اطلع باقي المعاملات كلها واخدهم معايا. طيب بطلع بقى بعد كده اللي هي نسبه الفراغات الهوائيه، انا بس نجيب شيت يكون محسوب فيه المعادله المذكوره، المعادلة بتاعت اللي هو المفروض هنا دي الماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي اللي احنا جايبينها اللي هي الجي ام ام ديت، البيرسنت اوف بتومين باي فوليوم، اللي هو بقى انا عايز احدد حجم البتومين اللي انا حاطه في الخلطة هيبقى قد ايه.
زي ما قلت بيبقى عباره عن البيرسنت اوف افكتيف بتومين مضروبه في السبيسيفيك جرافيتي. انا عايز الافكتيف، انا بقول حجم البتومين في الخلطه، فانا ماليش دعوه بالابزوربد، انا ماليش دعوه باللي اتشرب، انا هحسب الافكتيف، بتومين، نسبه البتومين الفعال اللي هو كان موجود بره الحبيبات. طبعا انا لو بكلمكم بقى بقول افكتيف بتومين وما كناش شفنا الشرايح اللي احنا كنا بنتكلم عليها وشكل البتومين الفعال والحوارات دي، انتوا ما كنتوش هتبقوا عارفين يعني ايه بتومين فعال، مهما اتكلمت ما كانتش هتبقى، ما كنتش هتبقوا حاسينها. لكن احنا دلوقتي بنتكلم، احنا حاسين الحاجه دي. فانا دلوقتي بقول اهوت ان البيرسنت اوف بتومين باي فوليوم بتساوي نسبه البتومين الفعال في الجي اهو، اللي هو نسبه البتومين الفعال اللي هي هتبقى اف 29، ثواني، اف 29 اهو نسبه البتومين الفعال، تمام، مضروبه في الدي اللي هي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الخلطه اللي هي الجي ام بي، تمام، على ال 26 اهوت على اللي هو السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البتومين، تمام، اللي هي دي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البتومين اهي. خلاص يبقى انا كده بجيب حجم البتومين الفعال. الثاني بضرب نسبه البتومين الفعال، تمام، في اللي هو الكثافه بتاعت الخلطه، تمام، في السبيسيفيك مقسوم على السبيسيفيك جرافيتي بتاع البتومين. خلاص يبقى انا دلوقتي بضرب المفروض اللي هو نسبه في حجم في كثافه، نسبه في كثافه، يعني كاني بجيب نسبه الكثافه بتاعت البتومين اللي موجوده في الخلطه، نسبه الكثافه على الكثافه بتاعته، تمام، على الكثافه بتاعت البتومين. ادتني نسبه البتومين الفعال، الافكتيف بتومين. بعد كده هجيب بقى اللي هو الاير فويد، هجيب الاير فويد. انا عندي طبعا سبيسيفيك جرافيتي اللي هي الثيوريتيكال ماكسيمم سبيسيفيك جرافيتي الجي ام ام، وعندي الجي ام بي، الاثنين مين اعلى فيهم؟ يعني انا مستني اجابتكم، الجي ام ام اعلى ولا الجي ام بي اعلى؟ الجي ام ام. الجي ام ام الفرق بينهم بيساوي ايه؟ معلش يا مهندس احمد انا عايز هم ناس يردوا، استاذنك يعني خلينا في التعليقات احسن. الجي ام ام الفرق ما بين الاثنين عباره عن ايه؟ ايه اللي عامل فرق؟ ايه اللي مخلي الجي ام ام اعلى من الجي ام بي؟ انا بسال وعايز نقاش عشان يعني يحصل الفراغات الهوائيه. يبقى ايه الفراغات ايه؟ الهوائيه، لان في الثانيه انا شلت الفراغات الهوائيه وحطيت مكانها ميه. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ هطرح الاثنين من بعض هيديني نسبه الفراغات الهوائيه، هقسم على الكبير بتاعهم واضرب في 100 هيديني نسبه الاير فويدز اللي موجوده في الخلطه. وصلت كده؟ تمام. طيب بعد كده هجيب الفي ام اي. الفي ام اي اهيت هتساوي 100 100 ناقص الكثافه اللي هي الجي ام بي مضروبه في اللي هو هنا هيبقى نسبه البتومين اللي هي نسبه المواد الصلبه. نسبه المواد الصلبه انا مخلط ببتومين كام يا جماعه؟ مخلط ببتومين 4%، يعني ماده سائله، صح؟ مواد سائله او الماده الرابطه. طب يبقى 4% معنى كده ان السوليدز في العينه او في الخلطه قد ايه؟ 96%، صح؟ يبقى انا هنا بقول ان الفي ام اي الفراغات الهوائيه اللي كانت اللي هي بخلاف المواد الصلبه. الفراغات الهوائيه اللي هي بخلاف المواد الصلبه، فانا بقول ان هي هتساوي الكثافه، تمام؟ 100 ناقص الكثافه مضروبه في 96، يعني كاني بقول 100 ناقص 96، تمام؟ 100 ناقص 96 مضروبه في الكثافه. هو طبعا يعني المفروض هنا هيعمل عمليه الضرب الاول وبعد كده هيطرح. بعد كده هقسم على البي 26 اللي هي البالك سبيسيفيك جرافيتي، اللي هو بقسم بقى على اللي هو السبيسيفيك جرافيتي بتاع السن. خلاص انا كده جبت، يعتبر انا بقول نسبه الفراغات الهوائيه، يعني انا كاني بجيب نسبه السن اللي موجوده في الخلطه وبقسم على السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها، تمام، علشان اجيب الحجم. يعني انا هنا لما ضربت الكثافه في النسبه، ده خاص بالمواد الصلبه، وقسمت على السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها، فخلاص كده ده بيعبر عن المواد الصلبه. فقلت رحت قايل 100 ناقص القيمه اللي طلعت دي،
100 يعني 100% ناقص حجم المواد الصلبه. انا ضربت كثافه، ضربت كثافه في نسبه، ضربت كثافه في نسبه، وقسمت على سبيسيفيك جرافيتي فجبت نسبه المواد الصلبه. تمام، رحت قايل 100 ناقص نسبه المواد الصلبه فهيديني الفي ام اي اللي هي 16 و54 من 100 او 16 ونص. دي كده نسبه ممتازه، وصلت كده؟ دي مفهومه؟ يعني انا دلوقتي معايا السبيسيفيك جرافيتي بتاع المواد الصلبه، فانا بروح جاي قايل نسبه المواد الصلبه في الخلطه كام؟ 96%. طيب وهي كثافه الخلطه كام؟ 2 و3، فهضرب النسبه في الكثافه، هقسم على السبيسيفيك جرافيتي بتاع المواد الصلبه اللي هي البالك سبيسيفيك جرافيتي، هقسم عليها. تمام، وبعد كده هقول 100 ناقص الناتج. تمام، 100 ناقص الناتج هيديني الفراغات الهوائيه اللي هي موجوده بقى ايه في السن كله قبل ما احط البيتومين. بعد كده هقول بقى ايه ان الفراغات الهوائيه اتملى منها قد ايه. انا عندي الفراغات الهوائيه اللي هي فاضيه طالعه 5.5، او هي كانت طالعه معانا كام؟ طيب اللي هي طالعه 11.5 او طالعه 11. طيب يبقى هو هنا هيعمل ايه؟ انا عندي الفراغات الهوائيه ككل كانت في الخلطه كانت 16.5. تمام، عندي النسبه بتاعت الفراغات اللي هي الهوائيه الفاضيه كانت كام؟ كانت 11، كانت 11، 11 من ال 16، يبقى اقسم 11 على 6، هقول ان الفراغات اللي اتملت هتبقى 16 ناقص 11 على 16% اهو. بنقول يبقى هتبقى اهوت اللي هي ال 5.5. هو هنا جابها من عن طريق اللي هو الافكتيف بتومين، تمام؟ بيرسنت اوف بتومين باي فوليوم، تمام؟ فهو هنا جابها اهوت نسبه البتومين كحجم، فقسم الحجم على الفراغات الهوائيه. يعني انا دلوقتي انا عندي الافكتيف بتومين شاغل جزء منين؟ شاغل جزء من الفراغات الهوائيه. يعني احنا ممكن نجيبها بالطريقه اللي انا قلت عليها، وممكن نجيبها بالطريقه دي. فهو هنا انا عندي البتومين لما كنا في الجزء ده اهو، لما كنا في الجزء ده انا قلت ان البتومين عندي بيشغل جزء من الفراغات الهوائيه اللي هو الافكتيف ده، فانا بقول ان الافكتيف ده واخد نسبه من الحجم ككل اللي هي 5.5%. فانا لو قلت 5.5% قسمت، هي دلوقتي موجوده جوه الفراغات الهوائيه، هي 5.5% موجوده في الفي ام اي، فهقسم ال 5.5% على الفي ام اي واضربها في 100، هتديني نسبه اللي هو الفراغات اللي اتملت الجزء الازرق ده. فهو ده اللي عمله هنا اهو. تمام، عمل ايه؟ قسم نسبه البتومين على طول على نسبه الفي ام اي وضربها في 100، طلعت له نسبه الفراغات الهوائيه اللي اتملت بالبتومين. يبقى انا كده تقريبا خلصت الحسابات بتاعتي وطلعت كل الداتا اللي انا عايزها. طلعت اول حاجه الكثافه بتاع الخلطه، طلعت اللي هي طبعا عندي الجي ام ام، طلعت الفراغات اللي هي الهوائيه، طلعت الفي ام اي، طلعت الفي اف اي، طلعت الاستابيليتي، طلعت الفلو. خلاص انا خلصت كده. ده بالنسبه لاول نسبه بتومين، انا خلطت ب 4% بتومين خلاص، وطلعت كل الداتا اللي انا عايزها. اروح واخد ممكن اروح بقى واخد القيم دي واروح احطها في جدول، اروح قايل نسبه البتومين وعندي الكثافه الفي ام اي الفي اف اي الفي اي الاستابيليتي الفلو، وقبال منها ال 4% بتومين الثانيه، اروح جاي قايل 4.5، واروح جاي حاطط القيم بتاعتها بجنب من هنا. انا اعمل كده اهو، خلينا نروح صفحه ثانيه كده او ننزل تحت خالص اهو، هقول كده اهو عندي 4%. تمام، و 4.5 4.5 في المية اهو، عملت انا كده 4 4.5 5. تمام، 5.5 6، هاجي هنا مثلا اقول اللي هي الكثافه الجي ام بي. تمام، هقول هنا الفي ام اي، هقول الفي اف اي الفي اي. تمام، بعد كده هقول الاستابيليتي، بعد كده الفلو. اول مثلا 4.5 في 4% كانت مثلا 2 و3. تمام، الفي ام اي بتاعتها كانت 16.5، الفي اف اي اللي هي اللي اتملت كانت مثلا 65%، الفي اي كانت 11 او كانت مثلا
هنقول كام، كانت مثلا 5.5 او 5.3. الاستابيليتي كان 1100. الفلو كان مثلا 3.1 3.1. فببدا ان انا ايه شغال على هذا الاساس كده، احط الكل، اخد اعمل كل محاوله اخلط بنسبه 4% واطلع لها المعاملات بتاعتها، اخلط ب4.5 واطلع المعاملات بتاعتها، واطلع المعاملات بتاعتها، واطلع المعاملات. وبعد كده اروح اعمل ايه، ارسم كيرف للجي ام بي، علاقه ما بين قيمه الجي ام بي وقيمه نسبه البتومين، وعلاقه للفي ام اي، نسبه الفي ام اي مع نسبه البتومين، قيم الفي اف اي مع نسبه البتومين، قيم الفي اي مع نسبه البتومين، قيم الاستابيليتي مع نسبه البتومين، قيم الفلو مع نسبه البتومين. هنيجي نبص هنا نلاقي الكلام ده مرسوم اهو. فهو هنا اهو بيقول لي دي العلاقه ما بين الاسفلت كونتنت وما بين الكثافه، وهنا العلاقه ما بين الاسفلت كونتنت والاير فويدز، وهنا العلاقه ما بين الاسفلت كونتنت والمارشال ستابيليتي، ودي علاقه ما بين الاسفلت كونتنت والجي ام ام، ودي علاقه ما بين الاسفلت كونتنت والمارشال فلو، وهنا دي علاقه ما بين الاسفلت كونتنت والفي ام اي اللي هي الفويدز اند مينرال اجريجيت. طيب فببدا اعمل ايه بقى؟ ابدا اشوف اخد قيمه او نسبه البتومين عند اعلى كثافه اللي هي هتبقى مثلا 5.5، واخد نسبه البتومين اللي هتحقق لي الفراغات الهوائيه 4%، عند 4% اهو على المنحنى هنا، اشوف نسبه البتومين هتكون كام، طالعه 5.2 تقريبا، 5.2. يبقى انا 5.2 و5.5. بعد كده ابدا اقول المارشال الثبات طالع عند 5، اعلى ثبات طالع عند 5%. طيب بعد كده اشوف بقى مثلا حاجه ثالثه، ممكن اقول الفلو مثلا انا عايزه في حدود 4، عايزه في حدود مثلا 2.8 مثلا، ابدا اجي كده واقول ايه عند 5.3، ابدا اقول بقى ايه، انا خدت 5.5، خدت 5.5 هنا، تمام، 5.5، ودي كانت 5.2 تمام بتاع الاير فويدز، ودي كانت عند 5 بالظبط، ماشي، والمارشال فلو انا عايزها عند 2.8 مثلا، كانت جايبه 5.2. انا يكفيني ان انا اخد، لو خدت ثلاث حاجات، يعني لو خدت مثلا الكثافه وخدت الاستابيليتي وخدت الاير فويدز وخدت القيم بتاعتهم، خلاص كده دول كافيين، يعني دول كافيين ان انا اشتغل على الثلاثه دول. فانا هنا خدت 4، فهقول ان ديت هتساوي الافريج بتاع ايه، الافريج بتاع الاربعه دول، تمام، هتبقى 5.22. اروح اعمل بقى الموضوع، اخدها بالعكس بقى، اشوف نسبه البتومين عند 5.22 دي هتحقق لي المتطلبات اللي منصوص عليها في المواصفه ولا لا، هتحقق لي الثبات المطلوب، هتحقق لي نسبه الفراغات الهوائيه المطلوبه، هتحقق لي الفلو المطلوب، هتحقق لي الفي ام اي، كل الحاجات ديت اشوفها هتحقق معايا ولا لا. فهاخد 5.22 دي واروح اشوفها هنا كده مثلا، اهو ده 5.5 و1 5.2 اهو، هيبقى الثبات عندها هنا كده، اكبر شويه عشان تشوفوا بس، اهو عند 5 مثلا 22 اللي هي هنا كده 5.22، يبقى ده الثبات عندها، يبقى بنتكلم ان الثبات هيبقى 2000، اسف، الكثافه هتبقى 2.32، تمام. بعد كده الفراغات الهوائيه عند 5.2 هتبقى هنا كده اللي هي هتبقى 2، اسف، هتبقى عند 5.22 اهيت، هتبقى هنا كده، فهتبقى ايه، هتبقى مش محققه خلاص، يعني مش هتبقى مش محققه الفراغات الهوائيه المطلوبه، يعني عند 5.22 اهو، انا اسف، ده 5.22 هنا، 5.22 اهو، تمام، هتبقى جايبه الفراغات الهوائيه 4%، فكده تمام، انا اسف، انا كنت قاري ديت ان هي 5، عند 5.22 اهو هطلع كده جايبه ال 4% فراغات هوائيه. طيب بعد كده المارشال ستابيليتي عند 5.2 5.2 او 5.22 جايبه بالظبط هتبقى 2200، فخلاص يعني انا لو هو قايل لي 1000 2000 او 2100 فخلاص انا اموري تمام، يعني انا كده معايا امان كمان، يعني معايا يعني سيف فاكتور كمان، يعني اموري تمام. يعني بعد كده اشوف بقى الفلو عند 5.22 كان جايب، هتبقى مثلا 3.1، فخلاص كده الفلو تمام، يبقى انا كده كل اموري تمام،
اعتمد النسبه اللي طلعت معايا ديت اللي هي ال 5 و2 ديت، يبقى دي كده نسبه البيتومين اللي انا هشتغل عليها. اقوم قايل بقى ان النسبه التصميميه هتبقى 5 و2 بلس ماينس 4 من 10. يبقى دي كده النسبه التصميميه بتاعتي. يعني انا لما اجي اعمل اختبار الاستخلاص بعد كده اثناء تشغيل المشروع، لو نسبه البيتومين طلعت معايا 5 و4، فانا الحدود النسبه البيتومين بتاعي المفروض يبقى بيتراوح من 4 و8 الى 5 و6. يعني انا نقصت 4 من 10 وضفت 4 من 10. 4 من 10 يبقى 4 و8، و4 من 10 على القيمه ديت يبقى 5 و6. يبقى انا دي التوليرانس او حدود السماحيه بتاعه نسبه البيتومين. وبعدين نوجد نوجد المتوسط ونحددها بالرسم ونشوف حققت ولا لا. هنوجد المتوسط وناخد الموضوع عكس بقى، نرجع بطريقه عكسيه نشوف النسبه اللي احنا اخترناها ديت او اللي طلعت معانا المتوسط ده بتحقق القيم اللي منصوص عليها في المواصفه. لا حققت، يبقى انا كده اموري تمام. كده حد في حاجه واقفه قدامكم؟ طيب يعني كده التصميم الخلطه الاسفلتيه مفهوم؟ لا هي انا بصراحه ما شفتهاش، بس ده المتعرف عليه وده اللي الناس كلها بتعمله تمام. وهجيبها لك حتى هنا من الجزء او البيبر اللي احنا كنا بنشرح منها دي اهو. هو هي دي طريقه تصميم المارشال يعني، فاهماني؟ اهو هو الراجل هنا اهو شغال اهو بيرسم علاقه ما بين الاسفلت، ما بين الايرفويدز، بيرسم علاقه ما بين الاسفلت ما بين الدنستي، بيرسم علاقه ما بين الفي ام اي والاسفلت، ما بين الفويدز فيلد، بيرسم علاقه ما بين دول كلهم، وبيبدا ان هو ياخد المتوسط وبيبدا ان هو يرجع في عمليه عكسيه ويشوف القيم بتاعته دي حققت ولا لا. فدي دي حاجه يعني متعرف عليها. انا بصراحه ما قريتهاش في المواصفه يعني صدقا يعني، بس ده الطريقه اللي الناس كلها شغاله بيها، ودي حاجه يعني موثوق منها يعني 100%. ولو كده ممكن اجيبها لكم يعني اللي هو المواصفه بتاعتها رقمها كام، واحطها لكم ضمن المواصفات اللي انا هبعتها لكم ان شاء الله. طيب اسئله تاني؟ ها اسئله تاني؟ يعني احنا كده يعني ان شاء الله انا كده بريء، انا كده براءه منكم. فاللي عنده اسئله بقى تاني، هو الكود المصري انا ما خدتش بالي من حته الكود المصري ده يا باشمهندس. هو الكود المصري مش هيكون ذاكر طريقه التصنيف بالمارشال، هي ديت حاجه مواصفات عالميه. يعني الكود المصري مش هيغير في طريقه التصميم، مش هي هو هيغير في الحدود. يعني يقول لي انا محتاج ثبات قد ايه، محتاج في الطبقه السطحيه نسبه فراغات هوائيه قد ايه، محتاج تكون الفويدز فيلد تكون قد ايه، الحاجات دي كلها تمام. لكن هو مش هيحط طريقه جديده للتصميم، دي طريقة معتمدة يعني. طبعا اللي حدد اللي عمل التصميم ده هو بروس مارشال أثناء الحرب العالمية الثانية. كان طبعا هم شغالين بالطريقة اللي هم كانوا شغالين بيها الأول، كان اسمها فينس أو مش متذكر اسمها إيه، وكانت طرق كده يعني مش دقيقة، وكان بيبقى الشغل بيها مكلف جدا وصعب قوي. فطبعا أثناء الحرب العالمية الثانية بقى وهبوط الطائرات على الممرات بتاع المطارات وكده، كان الاسفلت بيتعرض لمشاكل كتير جدا. فهم الوزاره البتاع ده اسمها ايه؟ وزاره اللهم صل على سيدنا، وزاره الحربيه طبعا هناك طلبت ان قسم الطرق هناك في ولايه تكساس ان هم يبداوا يشتغلوا على حاجه شكل كده، ان هم يعملوا تصميم. فطبعا هو بروس مارشال ده اللي اقترح الفكره ديت، واعتمد على الطريقه ان هو طريقه التراي اند ايرور، اللي هو يعني انا بعمل محاوله واثنين وثلاثه على نسب مختلفه علشان اطلع في الاخر النسبه اللي هي المفترضه، بخلاف طبعا السوبر بيف. السوبر بيف طريقه هي ماثيماتيكال، طريقه تحليليه بيانات، والبيانات دي بتتحلل تعمل لها انتربريتيشن وكلام من ده. يعني السوبر بيف متقدمه جدا، وبياخد موضوع اللي هو طبعا درجه الحراره ومعدل المرور او الاحمال المروريه اللي هتبقى متوقعه على الطريق، وبياخد اللي هو سرعه الشاحنات او سرعه الطريق دي، السرعه التصميميه للطريق، بياخد كل الحاجات دي في الاعتبار، بياخد التوزيع الحراري للمكان او بيكون في خريطه حراريه للبلد. فلو الطريق ده بيمر بمنطقتين حراريتين فهيبقى كل جزء منهم ليه تصميم مختلف. موقع الطبقه نفسها من الطريق، يعني لو الطبقه ديت
بتعتبر ان هي طبقه سطحيه او طبقه سفليه، فهتغير التصميم. يعني لو انا عامل تصميم لطبقه ازيد من ربع الطبقه دي بيقع في ال 10 سم اللي فوق، فدي بتعتبر طبقه سطحيه فلها تصميم. لو نزلت تحت شويه وجي طبقات فوق منها اعلى فهيتعمل لها تصميم. فالسوبر بيف يعني البحر واسع جدا بخلاف المارشال طبعا. فهي دي طرق معتمده، طرق عالميه، ما فيش يعني ما فيش حد، مش هنلاقي المواصفات البريطانيه مثلا بتتكلم فيها غير، لا هو هيتكلم في حدود. هي نسبه الفيلر طبعا، هو انت في الاخر انت في نسبه الفيلر ما محكوم بيها ان هي المر المنخل 200 ما يزيدش عن تقريبا 4% او كده. ونسبه البيتومين الى نسبه المواد الناعمه المفروض ان هي ليها حدود ما تزيدش عنها. يعني المفروض ان هي نسبه البيتومين الى الفيلر تكون من نص لواحد ونص في المية، ما تزيدش عن كده. نسبه الفيلر الى نسبه البيتومين تكون من نص لواحد ونص في المية من نسبه البيتومين. يعني انا مثلا بظبط التدرج بتاعي ان انا بشيك على الجزئيه ديت، ان نسبه البيتومين مثلا هتبقى 5%، فانا اشوف نسبه المواد الناعمه مثلا في الخلطه ككل بتمثل كام من نسبه البيتومين، بتمثل كام، ان هي في الاخر تبقى نص نسبه البيتومين الى واحد ونص من نسبه البيتومين. يعني مثلا البيتومين طلع 5، فلو قلنا مثلا ان هي هتبقى واحد يبقى نسبه المر هتتراوح من نص لواحد، يبقى المفروض ان هي تتراوح كده. ثواني شير معاكم الاكسل بس. يعني انا مثلا هنا هو بيقول لي ان الفيلر بيتومين ريشيو بيبقى السبيسيفيكيشنز بتاعته بتبقى من نص لواحد ونص، فانا عندي نسبه البيتومين مثلا 5 او 5.2 مثلا زي ما احنا طلعناه 5.2. فانا اقول نسبه البيتومين هتبقى الفيلر الى البيتومين تكون كام؟ هتساوي اول حاجه نص في 5.2، تمام؟ يبقى المفروض تبقى 2.6، الماكسيمم بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى 1.5 في 5.2، اسف دي بتساوي، يبقى اخره يبقى 7.8. المر من منخل رقم 200 يبقى من 2.6 ل 7.8. فانت على هذا الاساس الفيلر بتاعك المفروض يبقى الاثنين ظابطين مع بعض بالشكل ده كده. فانت في الغالب هتلاقي نسبه المر من مثلا 200 بتبقى مثلا 3 4 كده في الحدود دي. فانت بتظبط نفسك على هذا الاساس، وانت في الاخر انت بتحسن الثبات بس في الاسمنت. انت هتعتبر هو هيبقى نسبه من الفيلر، هيبقى نسبه من الفيلر. يعني انت مثلا بتتكلم في 3 4%، يعني انت هتحط الاسمنت هتعتبره من الفيلر، هتظبط امورك ان هو يكون ان انت بقى ممكن يعني تحط نص مثلا بودره ونصه مثلا اسمنت، في الاخر هيبقى قيمه يعني مش حاجه كبيره قوي يعني. طيب انا عايز بقى ايه اروح معاكم كده على الكود المصري واعرفكم عليه كده سريعا، الناس اللي هي ايه اللي لسه ممكن يكون مش عارفين الكود المصري قوي. فنيجي نبص كده الكود المصري اهوت. وطبعا انا كاتبه هنا الكود المصري للطرق، هو ده الشويه دول مش للطرق، هو الكل يعني داخل فيهم حاجات كتير جدا. انا مش هشير معاكم تقريبا كده الفولدر. فهنا بيتكلم على دراسه الموقع. طيب هنيجي نبص نلاقي الثاني، هو بيتكلم هنا على ال زي ما قلنا هو تصنيف التربه، تصنيف الصخور، هو الصخور تصنيف جيولوجي، صخور ناريه متحوله وصخور رسوبيه وغيره. بعد كده اللي هو نيجي على تصنيف التربه، تمام؟ بيتكلم على نسبه وزن وحده الهجوم في الاول اهوت قبل تصنيف التربه، ونسبه الفراغات لبعض الصخور اهوت، بيتكلم دي وزن وحده الهجوم بالجرام على السنتيمتر المكعب او بالكيلو نيوتن، تمام؟ على المتر المكعب، تمام؟ بعد كده بيتكلم على تصنيف التربه، في تربه متبقيه اللي هي الريزيدوال سويل، بيتكلم على التربه المنقوله، التربه الهوائيه، بيتكلم على التربه النهريه والبحريه، التصنيف الهندسي للتربه من حيث حجم الحبيبات، هو مقاس الحبيبات، بيبدا يتكلم على ازاي بصنف، ازاي اقول ان المين كومبوننت مثلا ان هو سيلت ولا رمل. فبيقول لي هنا ان لو نسبه المكون من 1 إلى 5 في العينه فبيبقى تريسز اثار، فبيقول ان هو مثلا لو المكون ده هو السلك اللي هو نسبته 1 لـ5 وبقيه العينه كلها رمل، فبقول اللي هو ساند ويز تريسز اوف سلت، ساند ويز تريسز اوف سلت، او رمل مع اثار
من الطمي، تمام؟ لو هو النسبة وصلت بقت من 5 ل 15 فهقول ان هو ساند ويز سم، ويز سم سيلت، تمام؟ او رمل مع بعض الطمي. هو هنا كلمة، كل كلمة في التوصيف بتدي معنى. يعني هنا مع آثار يبقى معروف ان الآثار ديت هي واحد نسبتها واحد لخمسة، بعض من 5 ل 15. لو خد الصفة بقى يبقى المفروض ان نسبته تكون من 15 ل 35. يعني لو الرمل خد صفة الطمي يبقى نسبة الطمي من 15 ل 35. اقول ايه؟ اقول سيلتي ساند، يعني رمل طمي، رمل طمي سيلتي ساند، تمام؟ هنا بيتكلم بقى لو من 35 ل 50 يبقى هقول اند، تمام؟ يبقى انا هقول رمل وطمي، العينه عباره عن رمل وطمي، او ساند اند سيلت، تمام؟ من 35 ل 50. فدي طريقه التوصيف، بيتكلم على توصيف او تصنيف الحبيبات او تصنيف التربه بناء على حجم الحبيبات، تمام؟ بيتكلم على حاله الدم كاهوت وقيم الاس بي تي اللي هي اختبار الاختراق في عمل الجسات. طبعا انا العمل الجسات ده عامل له فيديو تقريبا نص ساعه، اللي هيسمعه كانه يعني في الموقع وبيشوف الجسات بتتعمل ازاي، وهيكون عارف كل حاجه. لو نزل يشوف الجسات يقدر يقف على الجسه ويبقى فاهم فيها كل حاجه، وعارف اختبار الاس بي تي وكل التريكس اللي موجوده فيه وكل المعلومات اللي هو المفروض يكون عارفها. فهنا بيقول لي على عدد ضربات الجسات، بتكون التربه دي سائبه ولا ايه، والكثافه بتاعتها هتكون في رينج كام. فده بالنسبه للي هو دراسه الموقع، اقدر ان انا استكشف التربه، تمام، واعرف القوام بتاعها عامل ازاي وانا في الموقع، تمام. هنا بيكلمني على الجسات وعدد الجسات المفروض اخدها على بناء على نوع المشروع والعمق بتاع كل جسه، تمام. بعد كده بيكلمني على انواع العينات اللي بتطلع واختبارات اللي بتتعمل في الموقع، اختبار الاختراق القياسي هو اللي انا اتكلمت عنه اللي هو بنطلع منه قيم الاس بي تي. فده بالنسبه للجزء اللي هو دراسه الموقع. لو رحنا بقى على الجزء الثاني اللي هو بيتكلم بقى على الاساسات الضحله، فهنلاقي ده بقى بيتكلم على الحسابات، وان انا ازاي بطلع من البيرنج كاباسيتي للتربه من خلال القيم بتاعه دايركت شير والمعادلات بتاعتها، وعلى اساس شكل الفاونديشنز اللي انا هستخدمها، الاساسات اللي انا هستخدمها هتبقى اساسات مثلا اللي هي ريكتانجل ولا هتبقى ستيبل اللي هي شريطيه، ولا اساسات متصله ولا ايه. فبيبدا وهنا بيديني جدول اهوت على اساس برضو عدد الدقات ان انا اطلع التماسك بتاع التربه والحاجات دي. فدي كلها معلومات عامه. طبعا هنيجي نبص نلاقي هنا ان الجدول اللي محطوط ده بيكون الجدول ده مش جاي كده هباء، لا ده بنتكلم الجدول ده ممكن يكون جاي من كتاب او مرجع علمي، ويبقى مكتوب المرجع بتاعه ان هو مثلا من كتاب خاص بترزاجي او كوفيكس مثلا او هولتز اند كوفيكس او اي حد من الناس ديت، بيكون محطوط الجدول ده علشان يبقى الجدول ليه مرجعيه. لو انت عملت تقرير واستخدمت القيم اللي موجوده في الجدول ده تبقى عارف المعادله دي او الجدول ده القيم بتاعته جايه منين، فتحط في التقرير ان القيم دي مثلا جايه من المرجع اللي هو مثلا ترزاجي او هولتز ولا مين. بعد كده الجزء اللي هو بعد كده في جزء ثاني اللي هو الاساسات العميقه، اللي هو بقى اللي هيعمل اللي هو الشغل الخوازيق والحسابات بتاعتها علشان يحدد على اساس الاختبارات اللي اتعملت والتماسك بتاع الطين وغيره، يحدد الاخطار بتاع الخوازيق، تمام، القطر الخازوق هيبقى قد ايه وعمق الاختراق بتاعه هيبقى قد ايه والكلام من ده كله. فده الجزء اللي هو بتاع الاساسات العميقه. بعد كده بيتكلم على الاساسات على التربه ذات المشاكل، ده جزء منفصل. بعد كده هنلاقي بقى في جزء اسمه الاختبارات العامه اللي هي اختبارات التربه لميكانيكا التربه. فهنا بيتكلم بقى على ايه، تحديد محتوى الرطوبه، طريقه عمل الاختبار، الغرض منه ايه، والاجهزه والحاجات دي كلها، والطريقه بتاعت الاختبار نفسها وطريقه الحسابات، حد السيوله، وهنلاقيه بيتكلم على الطريقه اللي هي الوان بوينت والمالتي بوينت بتاع الحد السيوله وحد اللدونه، والانكماش والوزن النوعي والتدرج الحبيبي والهيدروميتر ونسبه المواد العضويه ونسبه المواد الكيميائيه. وهنلاقي كل اختبار من دول، في اختبارات كتير هنلاقي ليها اكتر من طريقه، معاملات التضغط اللي هو اختبار الكونسوليديشن والبرمابيليتي
والسويلنج والكولابسبيليتي والحاجات دي كلها، هنلاقي ان هو الحاجات دي كلها مذكوره. بعد كده هنلاقي في جزء خاص بالاختبارات المعمليه للخرسانه، الجزء اللي هو بيتكلم اول حاجه الجزء الاختبارات بتاع الاسمنت، الاختبارات الركام، اختبارات مياه الخلط، اختبارات الاضافات الكيميائيه، اختبارات صلب التسليح، اختبارات الخرسانه الطازجه، الخرسانه المتسلطه، تمام؟ فده كله موجود في الجزء بتاع اختبارات الخرسانه. في الاختبارات المعمليه المواد بتاع الطرق، تمام؟ هنلاقيه برضو بيتكلم هنا على الاسفلت الصلب والاسفلت السائل والحاجات دي كلها، تمام؟ فهنلاقي بقى في الجزئيه اللي انا كنت بكلمكم عليها امبارح تقريبا اهوت، اللي هي انواع الاسفلت المتطاير، اللي هو هنا الار سي اهو. فبنلاقي هنا اللي هو الار سي 70 والار سي 250 والار سي 800 والار سي 3000. فطبعا كل واحد ليه مواصفات اهوت. هنلاقي ان درجه الحراره بتختلف طبعا على اساس اللي هو على اساس نوع المكون نفسه او نوع الماده نفسها، تمام؟ فطبعا هنا دي الاختبارات اللي هي بتتعمل على الار سي، مثلا نقطه الاشتعال، تمام؟ هي نقطه الاشتعال والنميض ونسبه المياه، نسبه الرطوبه، طبعا المفروض ما يكونش في مياه، وحاططها هنا ارقام عشريه، اللزوجه الكاينماتيكيه، لزوجه سيبولت، طبعا دي الكاينماتيكيه حاجه والسيبولت حاجه، طبعا الباشمهندسه معانا ما شاء الله عليها في الحاجات ديت. طبعا اختبار التقطير والاختبارات على المتبقي والذوبان في سلس كلوريد الاسيلين والحاجات دي كلها، دي الاختبارات اللي بتتعمل. بعد كده هنلاقي هنا الام سي نفس الكلام، ده الام سي. فهنلاقي في الاول هنا كان بيتكلم، او بعد الجدول ده تقريبا بيتكلم ان في اسماء حديثه واسماء قديمه اهو. ده بالنسبه للي هو الرابيد كيورنج اللي هو الار سي، هنلاقي في ار سي 1 وار سي 2 وار سي 4 وار سي 5، ده اسم دارج. في بقى الاسم الحديث اللي هو الار سي 70 و250 و800 و3000، ده بالنسبه للميديم كيورنج. في ام سي 0، ام سي 1، ام سي 2، ام سي 3، ام سي 5، هنلاقي دي الاسماء الحديثه بتاعتها. فطبعا على اساس يعني في عند تدرجات، كل تدرج بيكون ليه مواصفات وليه متطلبات المفروض ان هو يكون بحقها لو انا بعمل اختبارات صباحيه، وهيكون ليه درجه حراره اللي هي بتاعت الاستخدام بتاعه. ده بالنسبه للي هي الاختبارات المواد الطرق. نرجع للفهرس كده، هو بيقول هنا تدرجات المواد الرفيعه، التدرج العام لمواد طبقه الاساس، تمام؟ التدرج العام للمواد المستخدمه في طبقات المعالجه السطحيه. فهنلاقي ده في كلام كويس جدا وفي معلومات قيمه برضه، ده اللي هو الجزء الرابع من الكود الخاص بالطرق. فالكود انا هحط لكم كل الاجزاء اللي هي موجوده معايا وهي متسميه بالاسماء اللي انا بتكلم بيها ديت، فحاولوا انكم تقراوا فيها وان شاء الله هتستفيدوا منها جدا يعني بامانه. طيب في حاجه تانيه يا باشمهندسين؟ في حد عنده اسئله قبل ما نختم؟ معادله المعادله بتاع نسبه الدمج. انا دلوقتي هروح اخد عينات كور علشان احسب بقى منها ايه، يعني احنا خلصنا عملنا الخلطه واشتغلنا وامورنا تمام، فباخد عينات الكور. طبعا انا الكور الاختبار سهل جدا والمعادله بتاعته والحسابات بتاعته سهله قوي، يعني هو موجود على القناه، انا ممكن اشير معاكم الرابط بتاعه حالا دلوقتي او نشوفه مع بعض. خلينا نشوفه كده، يعني ممكن اروح اشوف ان الفيديوهات عندي. هو طبعا هو المفروض ان انا بينزل بيحدد المكان اللي هو هياخد منه العينه وبيبدا يقطع العينه كده، شايف معاكم الفيديو، بيبدا يقطع العينه زي ما احنا شايفين اهو، تمام؟ طبعا انا ممكن اكون عندي طبقه الاسفلت، بختبر الطبقه اللي هي الاولى اللي هي فوق طبقه السن مباشره، فطبعا دي هتكون مثلا 7 سنتي 6 سنتي 8 على حسب. فانا بعمل ايه؟ بروح جاي حاطط علامه على الكور على الفديه بتاعت القطع دي، بحط مثلا علامه هنا كده هنا كده مثلا، بقلم ماركر اللي هو البيرمننت اللي هو قلم ثابت، وببدا بيبدا يشغل هو الجهاز، تمام؟
بشغل الماكينه لحد ما يقطع، لحد ما العلامه ديت مثلا الاقيها ان هي ايه عدت، فخلاص كده انا نزلت الطبقه كامله. يعني لو هو الطبقه 7 وهو عملها 8 او عملها 9، فخلاص يعني انا بنزل مثلا ان انا يعني احس ان انا خلاص يعني وصلت لنهايه الطبقه. ودي ممكن اعرفها من خلال ايه؟ ان المايه دي او الناتج بتاع القطع في الطبقه بيكون ليه لون، بيكون ليه لون غامق نتيجه البيتومين اللي موجود وكده. بعد كده ما بينزل على طبقه السن اول ما يبدا يقطع فيها بلاقي ان اللون ده اتغير. يعني احنا لو ركزنا كده ممكن نلاقي ان اللون هنا هيتغير، فخلاص بعرف ان انا ايه اخترقت طبقه الاسفلت ونزلت في طبقه ايه؟ في طبقه السن. اللون تقريبا بقى فاتح اهوت شويه، فكده هو نزل في طبقه السن. فببدا اطلع، في بعض الاحيان العينه بتطلع معايا في الكور فبيبدا يخبط بحاجه خفيفه كده بشاكوش او حاجه بالراحه كده لحد ما ينزل العينه. لو ما طلعتش بيطلعها بنفس الطريقه كده، ان هو بيكون معاه حاجه يعني مفك او حاجه او اي اداه، بيكون السن بتاعه مدبب او معاه مفكين، او بيكون في اداه بتبقى عباره عن زي مشبك كده بيروح جاي منزلها، بتكون هي بالقطر بتاع الكور بيروح جاي منزل مسقطها ويروح ضاغط على اليد بتاعتها تروح ماسكه الكور ويروح طالع بيها. بنطلع الكور طبعا وبيبدا على طول ان هو يمسك الكور ويحكه في الطبقه دي علشان يشيل السن او الجزء اللي لازق من طبقه السن في قلب في عينه الكور وينظفها وبيرقم العينه. بعد كده بيسجل العينه دي الرقم بتاعها ويسجل الاستيشن بتاع اللي هي اتاخدت منه، وبيروح بعد كده المختبر بالفرشه السلك بنبدا نحط العينه دي وننظفها تماما من الـ اي مواد عالقه موجوده فيها، ونقيس الابعاد بتاعتها اللي هو بنقيس السمك، بناخد 3 قياسات وبنبدا ناخد المتوسط بتاعهم. ده في حاله ان هي العينه محققه. طب لو العينه مش محققه وانا قطعتها في الموقع ولقيت فيها مشكله بيعمل ايه؟ بيبدا يتحرك دايره القطر بتاعها 5 متر ياخد في اي اتجاه، يعني من المكان بتاعه 5 متر، يعني كاني حاطط برجل كده فاتحه على 5 متر وبلف حوالين العينه ديت في اي مكان في حدود ال 5 متر ديت، يبقى كده هتبقى الدايره قطرها 10 متر. في دايره قطرها 10 متر باخد عينه من اي مكان بتكون عينه بديله. لو العينه الثانيه طلعت برضو فيها نقص في السمك باخد اقل عينه، في اقل عينه فيها نقص يعني اكبر سمك في العينتين، باخد العينه دي وهي اللي بتبقى بعتمدها. وببدا بعد كده طبعا بروح المختبر بسيب العينات دي طبعا تجف وكده من الماء اللي فيها، وببدا ان انا اسجل العينه دي، اسجل الوزن بتاعها بعد ما نضفتها كويس قوي من اثار طبقه الاساس اللي تحت، وابدا اخد الاوزان بتاعتها، وزن جاف، وزن في الميه، وزن في ال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. الحمد لله تمام. باخد الاوزان دي طبعا، وبعد كده ببدا ان انا اعمل ايه؟ بعد ما سجلت الاوزان ال3 اوزان بطلع الجي ام بي وعندي السمك، فبقدر من خلال الجي ام بي اللي انا عاملها اثناء التشغيل اليومي، احنا قلنا اثناء عمليه التشغيل اليومي بعمل جي ام بي للخلطه اللي انا اشتغلتها، وبعد ما عملت الجي ام بي للشغل اليومي وعملت التقرير بتاعي باخد الكور بتاع الشغل اليومي ده. يعني انا خلصت القطاع مثلا من ستيشن 5 بلس 100 ل 5 بلس 800 النهارده، وعملت الاختبارات اللي هي اليوميه وعملت الجي ام بي والجي ام ام وعملت التقرير بتاعي وحفظته. بعد يومين 3 مثلا رحت خدت عينات الكور وعملت لها الجي ام بي، فبقى عندي جي ام بي للخلطه اثناء التشغيل وجي ام بي للخلطه اثناء عمليه الدمك، تمام، اثناء عمليه الدمك اللي هو العينه بتاعه الكور. فممكن احسب نسبه الدمك بناء على الجي ام بي او احسبها على الجي ام ام، تمام. هقسم الجي ام ام الجي ام بي بتاع الكور على الجي ام ام واضرب في 100، تمام، هيديني نسبه الدمك اللي هي كثافه على كثافه، كان زي ما احنا كنا بنعمل في الساند كون بنقسم كثافه الموقع على كثافه المختبر وبنضرب في 100 بيديني نسبه الدمك. فانا هعمل هنا نفس الكلام، انا معايا الكثافه اللي هي الثيوريتيكال الماكسيمم، هقسم عليها الكثافه بتاع الكور هطلع نسبه الدمك. هو طبعا في المواصفه بيقول لي
بتكون بتحقق نسبة دمج كام من الكثافة الظاهرية القصوى أو من الكثافة اللي هي البلك اللي هي الجي ام بي. فعلى أساس هو عايز نسبة دمج من الجي ام ام أو الجي ام بي، هقسم على الجي ام بي بتاع التشغيل أو الجي ام ام بتاع التشغيل، هطلع نسبة الدمج. ولو هي محققة خلاص، مش محققة طبعا بيكون عليها نسبة خصم. هي لا، ما تقدرش تقول عليها فاشلة قبل ما تعمل الاختبار، تقول عليها فاشلة بس من ناحية السمك، من ناحية السمك. وزي ما قلت لو هي فيها مشاكل في السمك في نطاق 10 متر، دايرة قطرها 10 متر بعيد عن العينة اللي انت خدتها، بتاخد عينة بديلة. ولو الاثنين طلع فيهم نقص بتاخد اكبر اطول عينة فيهم. طبعا بعد ما بنخلص الكور، يا اما بيكون في خلطة اسفلتية ساخنة بتعدي السيارة بتاعت المقاول، فيها خلطة اسفلتية ساخنة، وبتبدأ ان هي تحط الخلطة ديت، وبيبدأ ان هو يدمجها بالكومباكتور، بالبليد كومباكتور اللي هو اليدوي، او بيحط فيها اللي هو مونة اسمنتية وبيملاها، وعلشان ايه الجزئية ديت ما يبدأش يدخل فيها مية امطار او كده تعمل مشاكل في الطريق. ده بالنسبة للاختبار الكور. هو طبعا الاختبار برضو موجود على القناة، لمعلومات اكتر وعشان تشوفوا الفيديو كامل ممكن ان انتم تشوفوه على القناة، هتلاقوا فيه كل المعلومات. وحتى تقريبا انا متكلم فيه على الجزء اللي هو بتاع الخصم، او انا متكلم فيه هنا اهوت على الجزء بتاع التعرجات والحاجات دي. هندسه ما فيش فيها مشاكل، انت بتاخد دلوقتي انا بطلع حجم في الميه، فالميه مش هتبقى فيها عندي مشكله. تمام، التعرجات ديت يعني انت بتاخد القراءات بتاعت السمك، بتاخد كذا قراءه وبتاخد متوسط بتاعها، بتاخد كذا قراءه وبتاخد متوسط. الطبقه طبعا لو فيها نقص جامد، ودي انا قايلها في الجزئيه دي في الفيديو ده اهو، في حال كان النقص في نسبه الدم من 5 ل 10% بيتم اضافه طبقه اسفلت تعويضيه سمك لا يقل عن 3 سم. تمام، فالجزئيه ديت انا قايلها يعني خلاص كده. لا، هي الجساءه طبعا المفروض ان هي دي حاجه مهمه جدا، اللي هي الجساءه اللي هي بتساوي الاستابيليتي على الفلوم على التدفق. لا، هي حاجه مهمه طبعا بتكون مذكوره في المواصفه، ولها حدود طبعا المفروض ان هي ما تقلش عنها. ما شاء الله عليك يا باشمهندس، يعني عماله تفكرنا بحاجات يعني اوقات الواحد بينساها. طيب اظن كده ان شاء الله يعني كل الناس يعني الامور تمام، ومفيش حد عنده اسئله ان شاء الله. يعني انتوا كنتوا قايلين ان احنا نعمل محاضره ونسالوا فيها وكده، ما طيب خلاص نخليها بقى للاسبوع الجاي ان شاء الله، كل واحد يبقى مجهز الاسئله او الحاجه اللي وقع منه، نراجع على الامور دي ان شاء الله ونظبط الدنيا. وانا طلبت منكم طلب امبارح، وللاسف يعني مفيش اي حد اهتم ان هو يبعت حاجه، فمشكورين يا باشمهندسين، جزاكم الله خير. انا عارف طبعا انتوا يعني هتبعتوا ان شاء الله، بس انا يعني من باب المزاح يعني. الله يجزيك خير يا باشمهندس عبد الله. انا يعني انا اتمنى الناس كلها تبعت رايها في كل حاجه، في المحتوى، في طريقه العرض. تمام، في ال باشمهندس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا انا هندسة والله بالنسبة سعيد لمحتوى جدا الكورس، سعيد جدا بيكم. يعني احنا تقريبا الناس ما تقريبا حوالي 25 مثلا او اكثر مثلا، فبلاقي اللي في حوالي ثلاثة او اربعة بس اللي بيتفاعلوا معايا. اتفضل يا باشمهندس. يا هندسة بالنسبة للمحتوى بتاع الكورس، فأنت قلت بعد تخلص بعدك بتظبطه كده وبتبعته لنا، ان شاء الله. تمام. اكيد اكيد اكيد، اه كل حاجة اللي انا استعنت بيها، المواصفات، الكود المصري، اللي حتى السلايدز او البيبر اللي انا كنت بعمل منها دلوقتي اللي هو بتاعت المارشال اللي هي فيها الخصائص الحجميه دي، هبعتها. بالاضافه طبعا ل يعني ان شاء الله هشتغل على الجزئيه اللي هي بتاعت الاختبارات، طريقه عمل الاختبار واهميه الاختبار والتريكس اللي فيه يعني. بس الحته اللي هي بتاعت الاختبارات دي بقى، البيبر اللي انا هعملها دي استاذنكم هي هتاخد مني شويه وقت. تمام، بس هتكون معاكم ان شاء الله يعني باذن الله. وهندسة بالنسبة للخرسانة، هتعمل كورس تاني ولا هنعمل لها مثلا والله نظام الخرسانة براي يعني؟ انا يعني انا لسه شويه برضو على مال ما يعني ما استعد ليها وجاهز الماتيريال بتاعتها، فلسه وقت ما اكون جاهز ليها ان شاء الله على عنها ان شاء الله، وباذن الله اللي محتاجه يكون معايا باذن الله يعني. بس هي لسه مش دلوقتي شويه، لان انا برتب بس السفر وكده، فربنا يسهل دعواتكم يعني في فرصه كده ان شاء الله ربنا يأذن. ولو كده بقى ممكن يبقى الكورس ده هيبقى من السعوديه ان شاء الله، هيبقى بنتناوله من إن السعوديه ان شاء شاء الله الله. الاسبوع الجاي يا إن شاء الله باشمهندس بشير هيبقى فيه زي محاضره كده، ايه
يعني إضافية. طبعا الزملاء طلبوها إن إحنا اللي هيبقى واقع منه حاجة أو في عنده أسئلة هيسألها إن شاء الله، ونراجع يعني على الأمور دي بإذن الله. طيب كده نقول سبحانك اللهم وبحمدك. في حد عايز يسأل حاجة يا جماعة؟ أنا زعلان بجد، أنا كان نفسي أنتوا يعني تسألوا كده ونتفاعل يعني، بس يلا بقى خير، الله المستعان. طيب أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. السلام عليكم.